والمطبخ المطبخ واسع. انا اطبخ مثله زجرانتك بعد والله طلبتك بعد عمري حبيبي. ما نقدر فيك انا ارفع ارفع التلفون الحين جوي اخوك اقول له اكلم العقار. هلا هلا ابو سلطان ابو فهد. هلا والله ابو فهد. لا يغلبك يا اخي زجره. لا يغلبك لا يغلبك. واستشير استشير حتى اخوك استشيره ترى هذا لا خبره بالعقار ذا. حطه حطه انا حطه انا ايه تعبون بلاليه ايه اللي هو فوق ثلاث غرف وصاله وحمامين ايه ايه وتحت هم كذلك نفس الشيء ايه الطبقين نفس الشيء نفس الشيء ايه الطبقين وحمامين ومجلس ايه عادة ايه نفس الشيء واسع البيت مطبخ نسيت المطبخ كلمة عطيتك كلمة انه بايع بايع بس مو بتحت المليون هذا شغلك يا بيعه نشوف لك بيت ثاني يا جليل انت ما تحت المليون ما بايع اللي عنده ببيع تحت المليون فوق المليون اللي عنده ببيع اقول يا مالك الواحد ياكل لك بخليت ثاني صدقيه استشير استشير حتى اخوك استشير يا سامي بعد عمري شر على اخوك شر عليه شر عليه فيك انا افهم جي الحجيه اي حجيه الحجيه اللي ببيع بيته بيت امك بيت امك يقدر يبيع مش لا هو ولا حتى يقدر يبيع رجل ما بيبيع قديه بتبيع خلصت يا زجران بيتنا بعد بيت خلصت